ليفربول وولفرهامبتون، يا ترى بقى هنشوف ايه النهارده؟ يا ترى برضه هيفضل كلوب في غيبوبه؟ هنشوف تشكيل حلو؟ هنشوف اللعيبه فايقه؟ هنشوف لعب ليفربول وشخصيه ليفربول ترجع تاني؟ هنشوف جاك براس حربه وفي اجنحه بتشغله؟ هنشوف روبنسون في مستواه؟ وهنشوف هانيرسون كده؟ ولا هنشوف ارنولد؟ نادي ليفربول في ورطه كبيره جدا من غياب غالبيه اللعيبه على مستواهم مع عدم ثبات تشكيل حلو. نادي ليفربول محتاج تدعيم في جميع خطوطه، فابينيو مش موجود، الكانترا كوناتي يمكن شويه فوق وشويه تحت، فابينيو مش هو، لو بصينا ماتب شويه، غياب فان دايك مأثر، لكن روبنسون مستواه عالي، لا ارنولد شويه تحس انه معلم وشويه تحس انه تعبان، ما تعرفش مين في نص الملعب، نبي كيتا بينزل تحس انه حاسس انه مش موجود، فاليوت المهم نادي في ليفربول يا جماعه محتاج صحوه كتيره من اللعيبه، ومحتاج طريقه جديده من كلوب. اللي انت كنت بتلعب زمان 4 3 3 كانوا غير، فالاوراق اللي معاك حاليا مش نفس الاوراق، وفي هبوط في بعض مستوى اللاعبين، بل بالعكس هبوط في غالبيه اداء اللعيبه اللي موجوده حاليا في ليفربول. صلاح مش هو صلاح على فكره، انا ما قلت ماني كان بيأثر كبير جدا، ولو اثر كبير جدا في مع ليفربول، لانه كان بيخلق مساحات. لعيب يا جماعه اللي عنده لعيب بيكتر بيلعب في اكتر من مكان، ده حاجه يعني حاجه نادره. فكان عندك ماني بيقدر يلعب تحت رؤوس الحربه، كان يلعب 10، فاوقات لو احتجت راس حربه كان بيبقى موجود في الشمال، وسرعاته وانطلاقاته والاستحواذ اللي بيقدر يعمله كده، لعيب كبير، لعيب كبير ماني مؤثر، بس اتظلم لانه كان الاعلام كله على صلاح، الاعلام والارقام كلها على صلاح. لكن ليفربول لو بصينا ما عادش، ما فيش حد حاليا في ليفربول تقدر تقول عليه مستوى جامد. ارنولد ما عادش بيديك 50% من مستواه، و50% من انطلاقاته، و50% من اوفراته الحاسمه وتمريراته. ارنولد لو روبرتسون تحس انه تعبان، تحس انه عنده تسلخات، ما روبرتسون ما عادش يا جماعه، ده كان مكنه. حتى البدلاء في ليفربول ضعاف، فدكه بدلاء ليفربول ليست على المستوى، بل بالعكس الاساسيين كمان في ليفربول واعيين. فنادي ليفربول محتاج صحوه، محتاج طريقه، حتى كمان اتمنى انه يبدا يرجع يامن دفاعاته كويس، يلعب بطريقه دفاعيه ويعتمد على المرتدات، ده مش عيب، خصوصا في ظل هبوط غالبيه لعيبه ليفربول بلا استثناء، فمش عيب انك تلعب 4 4 2 او 4 5 1 تقفل نص ملعبك، المهم انك انت دافع كويس عشان ما تخسرش، لان ليفربول بقى خلاص يا جماعه مش السادس ولا السابع، ليفربول بينزل عمال مستواه يهبط، فانت عمال تبعد كتير عن مركزك وعن اسمك وكبريائك. كبريائي يقول لي ان انا ما اخسرش، ان انا ما اقعش، ان انا اطلع باقل خسائر، اسم البطل غالي واسم ليفربول كبير، فانت مش معقول تلعب بنفس الطريقه وتلعب مفتوح وتشيل زلط. ليفربول يا جماعه من هزيمه لهزيمه لهزيمه، مش معقول مع ليفربول يبقى حصلت الدوري الانجليزي. ليفربول بعد ماتشه مع سيتي كان المفروض يكمل لفوق، لكن المشكله هوب تحس ان اللعيبه كلها مجمدين، اللعيبه كلها واخدين بنج مش قادر. فانا بقول ان طريقه كلوب المفروض يورجن كلوب انا باثق فيه جدا ومدرب كبير، لكن لازم يغير الطريقه، لازم يغير الطريقه وياخد يلعب بطريقه تتناسب بالظروف فرقته حاليا، ما تفضلش على رتم واحد من الطريقه. يعني انت بتلعب 3 4 3 كنت بتلعب 4 سوري 4 3 3 كان عندك باكين على طول طيارات وطالعين قدامه، كان في واجبات دفاعيه من هندرسون يرجع مع فابينيو يدافع مع الكانترا، بيبقى المهم في واجبات كانت بتحصل وانطلاقات وحريه تامه للباكين، عندك الباك ليفت والباك رايت اللي هو روبرتسون او ارنولد، فكان عندك اريحيه ليهم، وكان عندك المقدره انك تعمل ضغط عالي قدام وتقطع الكوره، وكان عندك نص ملعب وهجوم، بتلاقي صلاح بيضغط، بتلاقي دياز، بتلاقي فيرمينيو، بتلاقي كل الفرقه بتضغط فبتستخلص الكوره. دلوقتي انت لا قادر تلعب ضغط عالي، ولا قادر تلعب دفاع منطقه، ولا قادر تستحوذ، ولا قادر تعمل اي حاجه، انت بقيت سلبي، حتى بقى لعبك كله رد فعل. فليفربول محتاج مع كلوب انه يغير سياساته، يغير قناعاته بطريقه واحده، ويحاول يلعب باكتر من طريقه تناسب الظروف. يعني مش عيب انك انت تلعب باربعه ثابتين، او تدافع بعدد وتهاجم بعدد، او تدافع بخمسه وتهاجم بخمسه، المهم انك انت تضمن ان ما يدخلش فيك جول، ان المهم لان دلوقتي حتى اليسون مستواه نزل، يعني انت المهم انك تضمن ان ما يدخلش فيك جول. فنادي ليفربول من الانديه الكبيره، من الانديه اللي كانت لها شخصيه في اللعب، شخصيه في الضغط العالي من قدام، شخصيه في الدفاع، يعني كان الخط ضار يا جماعه، ما فيش حاجه بتعدي لا فوق ولا تحت،
كان عندك ماتيب، عندك فان دايك، عندك ارنولد داهية، عندك روبرتسون، كان الاربعه دول اقسم بالله دفاعيا ما كانت حاجه بتعدي. والمشكله دلوقتي بقى كمان في اختراقات من عمق ما بين فان دايك واي مكان، مكان زي كان كوناتي او ماتيب، ففي مشكله كبيره بتواجه ليفربول. فاتمنى، انا شايف في ظل هبوط مستوى ليفربول في الفتره الاخيره لازم كلوب يرجع يعدل طريقه لعبه وخطته، انه يحاول يعتمد شويه على الدفاع ويلعب على المرتدات، ويحاول يقلل المساحات ورا ويدافع دفاع يعني دفاع منطقه، وما يديش مساحات للخصوم، لان انت ما عادش عندك لعيبتك واقعه، وتحاول شويه. انا اتمنى جاكبو يكون راس حربه صريح، جاكبو ما تحطوش جناح، جاكبو لو عايز تكسب، لو عايز تخلص، لو عايز، اذا دياز مش جاهز تحط نونيز في الشمال، صلاح يمين، 9 في 18، جاكبو هياخد اللي رايحه واللي جايه، ومش هي... وهيبقى مكسب كبير. لكن للاسف انت جبت جاكبو في وقت مش مناسب انت واقع فيه، ومع ذلك بتحطه في مكان مش هيفيدك فيه. نونيز سريع، نونيز لو حطيته مكان دياز في الشمال قدام في الثلاثه اللي هجوم، انت بتلعب 4-3-3، الثلاثه اللي قدام اذا كان صلاح العب جاكبو 9 في الدقيقه في 18 زي هالاند. يا جماعه هالاند في ال 18 يكسر الدنيا، ليه؟ لان في ناس بتشغله، فهو ده الفرق. جاكبو حطه في ال 18. المهم النهارده ماتش هنشوف نتيجته، توقعاتكم لماتش ليفربول وولفرهامبتون النهارده، هل هنشوف ليفربول هيرجع لشخصيته ولا مسلسل استمرار سوء الاداء وسوء النتائج؟ اذا عجبك الفيديو لايك وشير كومنت. السلام عليكم.